الخير والسعاده على حضراتكم. الحقيقه النهارده عايزين نبدا الحلقه يعني شيء كان حديث السوشيال ميديا. امراه مصريه مشرفه الحقيقه كانت الايام اللي فاتت الناس كانت بتحتفي بيها بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا. البوست يمكن ما فيش حد ما عملوش شير، ما فيش حد كان بيفتخر بيها في كل مكان، لانه مهم قوي ان احنا لما يكون عندنا نماذج مشرفه زي دي، لما كمان تكون بنت، خليني هنا اكون متحيزه، لازم يعني نرفع القبعه للناس دول، لانه هم عملوا مجهود كبير قوي علشان نشوف النهارده صورهم موجوده على يعني ابواب اعظم الجامعات بره. اكيد كان في مجهود كبير جدا ورا ده. النهارده لما نيجي نتكلم عن اي حد لسه بيفكر يحرم بناته من التعليم، لسه بيزعل لما يخلف بنت، لما يشوف النماذج المشرفه دي متهيألي انه يفكر الف مره. متهيألي انه لما نشوف اهتمام الدوله الكبير اللي بقينا بنشوفه بالمراه المصريه، هنا نقول انه المراه المصريه جديره بهذا الاهتمام، انه المراه المصريه تستحق هذا واكثر، تستحق التمكين الاجتماعي والاقتصادي، تستحق انه نهتم بصحتها، تستحق انه ندعمها كل الدعم. المراه المصريه ست الجدعه، ست اللي دمها خفيف، الست اللي دايما بتسند ودايما بتشيل حجر الاساس جوه البيوت المصريه اللي بتربي وبتضحي علشان ولادها. لازم نكرم كل بناتنا وكل ستاتنا اللي بيرفعوا راس بلدنا في كل حته. أنا النهاردة بتكلم عن الباحثة المصرية الدكتورة إلهام فضالي اللي تم اختيارها واختيار رسالة الدكتوراه الخاصة بيها من الأفضل في علم الفيزياء لعام 2021، وجامعة أينهوفن الهولندية وضعت بوستر وشفناه كلنا على السوشيال ميديا في مدخل الجامعة تقديرا لعلمها وأبحاثها والمجهود الكبير اللي هي عملته. هنعرف من دكتور إلهام الحكاية والرحلة وإزاي وصلت لهنا. مساء الخير عليك يا دكتور إلهام، وألف ألف مبروك ومنورانا في التاسعة. مساء الخير يا فندم، شكرا لحضرتك على التقديمة الجميلة دي بجد، يعني تستحقي طبعا حقك. إلهام أنا عايزاكي تحكي لكل بنت بتسمعنا ولكل أسرة بتسمعنا، إزاي النهاردة وصلتي لهذا الإنجاز؟ مش عارفه ابدا منين، بس يعني هو الحمد لله يعني المجهود كرم ربنا، يعني ربنا كرمني الحمد لله اني اوصل للمكانه اللي انا فيها النهارده. ما كانتش سهل خالص، يعني الناس محتاجه برضه تعرف ان في مجهود بيتبذل، واحنا بنسعى كتير، ساعات كتير بنقع، حاجات بنجربها وما بتنفعش، لكن الاهم الاستمراريه والاصرار، وان الواحد يبقى عنده جلد وصبر شويه، ان الحاجات بتاخد وقت، بس اهم حاجه يعني بعد توفيق ربنا طبعا، ان الواحد طول الوقت مجتهد مثابر، بيشتغل على نفسه كتير، بيبقى عنده حلم او رؤيه يمشي وراها طول الوقت، يبقى شايف هو رايح فين عشان كل خطوه تسلم اللي بعدها، والواحد ما يتشتتش قوي. يعني احنا دلوقتي في عصر في مشتتات كتير، يعني ممكن الوقت يروح من الواحد، الكلام ده كله، بس طول ما حلمك او رؤيتك قصاد عينك مركز انت رايح فين، بجد ربنا بيكرم. ف يعني الحمد لله، يعني انا اصلا من بني سويف، خلصت ثانويه عامه الحمد لله ربنا كرمني. ايوه انا عايزه اقف هنا بقى يا الهام، عايزه اعرف من الجامعه الامريكيه الاول، قولي لي اخذتي اصلا ازاي، دخلتي الجامعه الامريكيه ازاي، وبعدين ماجستير وما شاء الله دلوقتي دكتوراه، عايزه احكي للناس التسلسل ده. انا الحمد لله كنت متفوقه في ثانوي، وكنت بعمل انشطه كتير اجتماعيه ورياضيه، وكان معايا ميداليات على مستوى الجمهوريه في الرياضه اللي بلعبها، والحمد لله كان عندي ما شاء الله، يعني مش بس تفوق علم. ربنا يخليكي. انا كنت بلعب حواجز، وكان معايا بطولات على مستوى الجمهوريه الحمد لله، وكنت في اتحاد الطلبه او الانشطه اللي في المدرسه، فده كان مديني سي في كويس قوي الحمد لله، لما بقدم فيه في منح الكلام ده كله، فاخذت منحه تنميه واعداد القاده في الجامعه الامريكيه المموله من الوكاله الامريكيه الدوليه يو اس ايد، اني ادرس هندسه في الجامعه الامريكيه، والحمد لله اخذت المنحه ودرست 5 سنوات هندسه في الجامعه، وفزت بمنحه ثانيه اني اسافر ادرس ترم دراسي في امريكا وسط البكالوريوس وسط دراسه. انت اخترتي الهام مجال اعتقد انه الرجال تهيمن عليه، موضوع الفيزياء والفيزياء التطبيقيه ده اعتقد انه ما فيهوش بنات كتير، او كمان ما فيهوش بنات عربيات كتير. والله الحمد لله، يعني وسط الدراسه الواحد بيكتشف اصلا هو بيحب ايه، فبيبدا يتحرك شويه شويه من المجال اللي هو بيدرسه للمجال اللي بيحبه، ويعني خلال البكالوريوس للماجستير بدا يتضح لي انا بحب ايه اكتر، وساعتها قررت ان انا اكمل في الابلايد فيزيكس او الفيزياء التطبيقيه ناحيه اكتر علوم المواد. فالحمد لله يعني هي بالتجربه، وان الواحد بيدرس بيروح للحته اللي هو بيحبها.
طب انا عايزه اعرف اسمع منك كده قيمه وجود البوستر ليكي والاحتفاء بموضوع الدكتوراه الخاص بيكي في الجامعه، ده اثر عليكي نفسيا ازاي؟ وشايفه ده ايه الرساله اللي بيوصلها للعالم، لانه بنت محجبه عربيه تكون بهذا التفوق، اعتقد انه يغير من الصوره النمطيه للغرب بيكون واخدها عن البنات العربيات المسلمات اللي موجودين بره. ده حقيقي، ويمكن عشان كده انا كتبت البوست لاصحابي واهلي، ما كانش في بالي خالص ان الفيديو فايرل او ان هو ينتشر بالمنظر ده. انا كان بالنسبه لي ان يعني الحمد لله انا عملت شغل كويس في الدكتوراه قوي، الحمد لله اخدت عليه جوائز دوليه كتير، بس الجامعه بتعمل كل سنه زي كل قسم بيرشح احسن رساله دكتوراه عنده او افضل رساله دكتوراه في وجهه نظر الاساتذه، وبعد كده الجامعه بتعمل زي جوري او لجنه محكمين تختار اكثر رساله دكتوراه على مستوى الجامعه والاقسام والكليات كلها باختلافها، مش فيزياء بس، ويختاروا منها افضل رساله دكتوراه. طب نقول للناس رساله الدكتوراه ببساطه بتتحدث عن ايه وهتفيد الناس في ايه؟ طيب انا رساله الدكتوراه بتاعتي باختصار شديد، انا بـ بـ يعني بشتغل على تعديل خواص ماده اسمها ماده السيليكون اللي احنا بنصنع منها الشرايين. دي ليها علاقه بنقل البيانات يا دكتور الهام عشان نبسط للناس الموضوع. بالظبط بالظبط بالظبط، ليها علاقه اكتر بنقل البيانات وسرعه الكمبيوتنج او الحوسبه، فده بيأثر على سرعه الاجهزه والافشنسي او الكفاءه بتاعتها. فالحمد لله اخترت ان انا احسن رساله دكتوراه عن قسم الفيزياء، والنهارده الحمد لله في احتفال الجامعه اخذت احسن رساله دكتوراه على مستوى الجامعه كلها، وعشان كده حطوا البوستر بتاعي عن قسم الفيزياء، ودي حاجه بالنسبه لي مشرفه جدا ان اقول لهم الحمد لله ان احنا قادرين، ان انا كوني بنت عربيه محجبه افريقيه مسلمه، ده ما يقولش ان انا اهلي مثلا ان انا مثلا مش بفكر اني ما اتعلمتش كويس، لا احنا كويسين قوي، واني كمان بنت اني قادره انافس في مجالات حتى لو فيها رجال، وان كوني بنت ده معناه اني انا انسانه عندي عقل بفكر ان انا لو انا يعني قدراتي زي اللي جنبي، فده بيكسر الصوره النمطيه ان احنا ما نقدرش، او اللي هو ايه ده، هو في بنات مصريات او عربيات او افريقيات يقدروا يوصلوا لده؟ فانا دي كان حلمي الصراحه ان انا اشوف صرخي او ان انا اوصل للليفل ده عشان الطلبه تتشجع، سواء الطلبه اللي هم المختلفين او الاوروبيين يعرفوا ان هو ايه ده، في ناس ثانيه تقدر تنافس على ده، وفي نفس الوقت الطلبه العرب مثلا او البنات يعرفوا ان هو ايه ده نقدر نعمل ده وفي حد قبلنا عمله، وعلى الناحيه الثانيه اكثر الصوره النمطيه الغرب شايفنا بيها، وان هو يبقى عادي انه شايف حد بنت عربيه متفوقه زي ما بيشوف اوروبيه او بيشوف امريكيه وهكذا. فدي كانت نفسي احس ان كونك مختلف ده يقول ان هو عادي هتنجح زي اللي جنبك، اهم حاجه هو اصرارك وسعيك، مش مهم انت جاي منين، مش مهم شكلك ايه، فده اتمنى انه يسهل على اللي بعدي ويكسر لهم الصوره النمطيه ويسهل رحلتهم ان شاء الله. قدرتي ما شاء الله تعملي ده يا دكتور الهام، وعايزه منك رساله للطلبه داخلين بكره المدارس اول يوم، اللي بيشوف النماذج دي الحقيقه يعني يخليه كله شغف وتلهمه بشكل كبير انه يقدر انه يكون عندنا زويل تاني ويكون عندنا مجد يعقوب تاني، تقولي لهم ايه؟ نفسي الطلبه تجتهد، يعني تشوف تجرب كل حاجه، تستكشف هي شاطره في ايه، قدراتها تقدر تعمل ايه، كل ما الواحد بيستثمر في قدراته ويبقى عنده اصرار وسعي ويجتهد ويكتشف حاجات جديده هيروح في حته ثانيه مختلفه، غير ان هو يشتغل في حاجه روتينيه او يضيع وقته في دراسه هو مش حاببها. بالعكس الحمد لله انا شايفه ان تعليمنا في مصر كويس ويأهلنا بجد ان احنا نوصل لمكانه متميزه، بس المهم ان احنا ازاي نستغل اللي احنا بندرسه وبنتعلمه وازاي نغتنم الفرص. فنفسي الطلبه تغتنم الفرص، ما تسيبش الفرص تعدي منها، اصرار اجتهاد يحاولوا وعينيهم تبقى على الفرصه وازاي يغتنموا الفرصه، لان احنا دلوقتي احنا في عصر الفرص، اللي مش هيعرف يمسك الفرصه بايده واثنينه الف غيره هياخدها. بكل تأكيد أنا يعني فخورة بوجودك معنا النهاردة في التاسعة، وفخورة بصورتك اللي كانت موجودة في مدخل الجامعة، والناس كلها الحقيقة احتفلت بيكي على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن احنا بنسعد بالنماذج المصرية المشرفة دي في كل مكان. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور إلهام فضالي الباحثة المصرية بجامعة أيدنهوفن الهولندية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. الحقيقة أنه إحنا مكملين حديث عن المرأة المصرية، مجالات عدة وتفوق في مجالات مختلفة، وزي ما كنت بقول لكم مجالات يمكن ما كناش بنسمع فيها قوي عن يعني ستات بيتفوقوا فيها. هنروح من الفيزياء للرياضة،
ولاعيبه الحقيقه حققت مركز اول وذهب، ويعني عملت يعني طفره. اعتقد انه دي اول ميداليه ذهب فردي في البطوله للسيدات، الخاصه كمان بالشطرنج، البطوله مقامه في نيجيريا، كسبت برصيد 7 نقاط من 9 جولات، توجت ببطوله افريقيا وتاهلت لتمثيل قاره افريقيا في بطوله العالم للسيدات 2023. معانا دلوقتي عبر زوم اللاعبه شاهندة وفا المتوجه بذهبيه افريقيا في الشطرنج. يا شاهندة مساء الفل عليكي والف الف مبروك. مساء الخير، الله يبارك في حضرتك. انا عارف ان انتوا بيت كله فيه شطرنج، عندكم كده فرقه يعني وافا ناجي للشطرنج ومتاهلين جوه البيت، فاحكي لي كده عن التفاصيل. هو احنا بابا من واحنا صغيرين علمنا شطرنج، كان في الاول انا واختيني الاكبر مني، وبعدين انا واختي كملنا، وبعدين بابا ابتدى يعلم اخواتنا الاصغر، فاحنا انا واختي يعني بدانا مشوارنا مع بعض ولحد دلوقتي مكملين، واخويا دلوقتي برضو معانا يعني في بيمارس. طب احكي لي بقى الكواليس في نيجيريا والميداليه الذهب، ودلوقتي داخله كمان بطوله العالم، احكي لي ازاي جهزتي نفسك وازاي استقبلتي اصلا يعني قابر الفوز. والشطرنج اعتقد لعبه ما هياش سهله برضو على البنات، اللعبه محتاجه كتير من الذكاء والتركيز والمجهود الذهني يعني الرهيب. هي المسابقة كانت كويسة، كان فيها مشاركين من دول كتير، من منتخبات كتير أفريقية، بس الحقيقة هي دي ده تالت لقب أحققه، دي تالت مرة أكسب المسابقة دي. أنت ألقابك بالنسبة لهم في البيت أخبارها إيه؟ يعني أنت رقم كام في البيت في الألقاب؟ أنا رقم 3. لا ده أنت محتاجة تشدي حيلك شوية، واضح إن البيت فيه يعني جوائز أكبر من دي كمان. لا أنا كمان ما فهمتش السؤال. لا قصدي انتوا كلكم بتلعبوا شطرنج، اختك واخده بطولات وباباكي كمان كان واخد بطولات. هي اختي، انا اختي كسبت المسابقه دي 4 مرات قبل كده، وانا كسبتها 3 مرات. ده الموضوع وراثه في العيله. احنا بقى لنا تقريبا 10 سنين بنلعب شطرنج. ما شاء الله. طيب هتجهزي نفسك ازاي لبطوله العالم؟ يعني هحاول اتدرب واستعد عشان يعني اعمل نتيجه كويسه. هي بتبقى مسابقه قويه جدا، وبيبقى لازم يبقى فيها قبلها تدريب يعني على فتره زمنيه طويله عشان نقدر نحقق حاجه، فهحاول اتدرب كويس قبلها. بتحضروا نفسكم ازاي؟ يعني استعداداتكم بتكون عامله ازاي؟ التدريب ده بيكون شكله عامل ازاي؟ هو تدريب الشطرنج في حاجات كتير جدا، يعني في كتب كتير جدا في الشطرنج، محاضرات، برامج، فالموضوع كبير جدا يعني. بس فاحنا ممكن بنشوف مثلا خصمنا بيحب يلعب ايه ونحاول نحضر الافتتاح بتاعه، او نتدرب عامة ان احنا نحسن سكيل عندنا في الشطرنج، ان احنا نبتدي مثلا نحل بازلز عليها او نقرأ كتب عليها او كده. أنا سعيدة بيكي وفخورة بيكي، بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا شاهندة وفا، يعني لسه واخدة ذهب في أفريقيا في شطرنج وطالعة بطولة العالم للسيدات 2023، إن شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح في البطولة. دلوقتي هنروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع بعد ونكمل فقرات التاسعة، خليكم دايما مستنيين. طبعا الحديث عن التغيرات المناخيه حديث يعني بقى لنا 2 سنين يمكن بنشوف يعني تواصل كده لمساله التغيرات المناخيه، جفاف انهار وبحيرات، تغيرات مناخيه في كل مكان، تاثيراتها على العالم بقت يعني كبيره جدا ومستمره لحد امتى؟ مستمره لفتره غير معلومه الحقيقه، تاثيرات كمان بتزيد، عصير ويعني فيضانات في بلاد بتحصل كبيره جدا جدا، تاثر البلاد الحقيقه انه البلاد النامية هي اللي بتتأثر أكتر من البلاد الصناعية اللي أصلا هي مسؤولة عن التغيرات المناخية. ويمكن مصر بتنظم الكوب 27 الشهر القادم، ويعني خلاص احنا بيفصلنا يمكن شهر وكام يوم عن الكوب 27، ومصر بتسعى الحقيقة انه
ما تبقاش المسألة مجرد يعني استضافة لمؤتمر ما وحديث داخل الأروقة، ويعني مجرد مؤتمر. الحقيقة إن مصر بتسعى لتحقيق خطوات ملموسة في مسألة تغير المناخ والسيطرة على مسألة تغير المناخ، لأنه كل اللي بيحصل حوالينا يقول إنه كوكب الأرض ما عادش يحتمل اللي بيحصل. ما حدش دلوقتي كبير صغير ما يعرفش مسألة تغير المناخ، ما يعرفش تأثير تغير المناخ السلبي اللي موجود في كل حاجة في حياتنا. احنا بقينا بنشوف يعني خلاص اهو داخلين على فصل الخريف، ويمكن دي اكتر حاجة ببساطة بقت بتوصل للناس، ولسه عايشين اجواء حر. وبقينا بنشوف دول اوروبية عمر ما درجات الحرارة بقت بتوصل فيها في شهر 7 و8، بقينا بنشوف درجات حرارة فيها 40 وحاجة و40، دي يعني احتباس حراري وتغيرات مناخيه كبيره جدا بقينا بنشوفها بتحصل، والفيضانات بقى والاعاصير ويعني الكوارث الطبيعيه اللي بقت بتحصل بسبب مساله التغيرات المناخيه والاحتباس الحراري مساله غايه في الاهميه الحقيقه. واحنا دلوقتي هنتكلم مع دكتور مجدي علام امين عام اتحاد خبراء البيئه العرب عن هذا. مساء الخير عليك يا دكتور، و ازاي بتتابع مسألة اهتمام العالم بالتغيرات المناخية، ومصر تنظم كوب 27، ومصر يعني بتأخذ على عاتقها مسألة يعني تأثر الدول، يعني الدول يعني اللي مش مسؤولة الحقيقة عن تغير المناخ لكنها هي متأثرة بيه بشكل كبير، الدول النامية والدول الأفريقية، وتتحدث مصر بلسان أفريقيا عما يحدث من تغيرات مناخية. وطبعا يعني الكوب 27 واحنا مصر ابتدوا لانعقاده على ارض جمهوريه مصر العربيه لم نكن نتخيل ان ستكون التغيرات المناخيه الحاده بهذا الشكل في اخر سنه بالتحديد، وكان كل العلماء والخبراء بيحذروا ان هناك بعض اثار الجفاف والتصحر واعاصير وجزء من السيول زي ما حصل في السعودية وفي الإمارات وفي منطقة المحيط الهندي. لكن الحقيقة من الواضح إن المناخ كشر عن أنيابه، وإنه من الواضح إن إحنا داخلين على زيادة في درجات الحرارة، لأنه رغم كل دعوات الأمم المتحدة والسكرتير العام شخصيا في تقريره الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة يحذر من انه يعني قد لا نستطيع يعني العوده مره اخرى الى ما كنا نحلم به من يعني حتى ثبات درجه الحراره ما تعديش درجه ونص بحلول 2050. من الواضح ان احنا هنعدي هذه الدرجه، ومن الواضح ان الوقود الاحفوري سيعود مره اخرى بسبب الاحداث الحاليه، وانه سيعود كما عاد كثير من محطات الفحص في بعض الدول في المانيا وفرنسا، وزي طبعا الازمه اللي حصلت مع روسيا ونقص الوقف الخط الحامل للغاز الطبيعي، فيعني اجبر الدول الاوروبيه على العوده للطاقه النوويه وطاقه الفحص، وبالتالي بنعود مره اخرى الى زياده التلوث بدلا من خفض التلوث. وبدل ما كنا بنتكلم على خفض انبعاثات دلوقتي بنتكلم على ما يطلق عليه التكيف مع ظواهر المناخ السلبيه. هذا التكيف يعني مش هنقدر نرجع الارض اللي تتحرك، ولا هنقدر نرجع درجه الحراره ثاني، فهنتعامل معها، بقينا نجيب بذور تتحمل الجفاف، بقينا نجيب بذور تتحمل درجات الحرارة العالية. أيضا بقى لدينا برامج زي برامج الأحزمة الخضراء على كل المناطق الزراعية بعد مبادرة الرئيس السيسي لزراعة 100 مليون شجرة، وأيضا مبادرة ولي العهد السعودي لزراعة مليار شجرة، محاولة إلى إنه التأقلم مع الظواهر الحادة للمناخ وتخفيف حدتها وتخفيف غازات الاحتباس الحراري. اللي يعني غازات الكبت الاحتباس الحراري كان اخطرها اكسيد الكربون، وكنا بنقول احنا هنقلل الفحم، رجع الفحم استخدم مره اخرى. وانا اعتقد ان الاحداث التي حدثت في 6 شهور الاخيره افسدت يعني يا دكتور، لو هنتحدث عن فيضانات افغانستان وباكستان والاعصار الامريكي اللي بنتكلم عنه دلوقتي، اعصار ريان والجفاف اللي شفناه في الصين، كلها ظواهر مناخيه
خطيره جدا وغايه في الاهميه للالتفاف لده، لانه اعتقد ان الموضوع بدا يخرج عن السيطره. طبعا احنا بنسميها الاكيوت اكستريم ايفنت، يعني الظواهر الجامحه. ظهر الجامحه ده زي ما حصل في التسونامي، لو حضرتك تفتكر انه في التسونامي الزلزال بدا في قاع البحر ودخل حوالي 700 كيلو على الارض في جنوب شرق اسيا، وعلى الجانب الاخر محطه نوويه في اليابان بالكامل ابتلعها المحيط الهادي. فطبعا احنا بنتكلم على حاجات شفنا بيان عملي عليها، ليس لن نفاجئ انه هيحصل. لا ده احنا شفنا النهارده في جزر في المحيط الهادي بدأت تغرق فعلا، يعني ليس جزء من جزر سليمان فيه بدأ يتعثر وجزء أخرى في طريقها للتعثر. 30 سنتي من ذوبان الجليد، لو الثلاثة سنتي بيذوبوا في الجليد بيرفعوا مستوى المية 30 سنتي في مياه البحار والمحيطات، وهكذا لو هي زادت نسبة 10% وعملت 40 سنتي ارتفاع، احنا خايفين في اخر ال 100 سنه اللي احنا فيها ان الميه تعدي المتر. لو علي البحر المتوسط متر هيغرق لغايه اول الدلتا، مش لغايه نص الدلتا. فاحنا عشان كده مصر متضرره تضرر شديد جدا بهذا الجفاف، وعشان كده وزاره الري صرفه 750 مليون دولار عشان تعمل الكتل الخرسانيه الضخمه اللي احنا بنشوفها على شواطئ اسكندريه ورشيد ودمياط حتى لا يتاكل الشاطئ. ففي احنا بقينا في قلب ضرب يعني الاعاصير والرياح العاتيه، وفي نفس الوقت الاراضي بتاعتنا في كفر الشيخ بتملح نتيجه ان ميه البحر غلبت شويه الميه بتاعه العذبه. فاحنا بنتكلم على حاجات ماتيريالايز، يعني حاجات ماسكنه بايدينا، مش اكسبكتيشن، مش توقع. صحيح. ده احنا تسجيل مسجلين واقع، يعني وزاره الري عامله في وزاره الري عامله في مدخلها لما نروح وزاره الري عامله اتصال المراحل اللي عالي فيها البحر المتوسط على ارض الدلتا. بكل تاكيد دكتور مجدي علام امين عام اتحاد خبراء البيئه العرب، انا بشكرك شكرا جزيلا، والحقيقه انه كلنا بنامل للتوصل لحلول واقعيه وجذريه يتم تنفيذها بالفعل بعد مؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، لانه مساله تغير المناخ بقت مساله ملحه، مساله غايه في الاهميه. كوكب الارض لا يحتمل اكثر، وعلى العالم ان يلتفت لهذا. وزي ما كنت بقول لحضراتكم انه مصر بتسعى من خلال كوب 27 انه يكون في حلول واقعيه لمشكلات تغير المناخ، ويعني كل الدول الصناعيه المسؤوله عن هذا تتحمل مسؤوليتها، وما يبقاش الموضوع مجرد كلام ومؤتمرات، يتحول الموضوع لحلول واقعيه لمساله تغير المناخ. والبلاد المتاثره بتغير المناخ، اللي دلوقتي ما بقاش في حد مش متاثر بتغير المناخ، لازم يتم تعويضها، ونتوجه للاقتصاد الاخضر ونشتغل اكتر في هذه المساله، وده اعتقد اللي هيتم مناقشته بشكل كبير في مؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ باذن الله. نروح مع حضراتكم دلوقتي لموضوع تاني، واحنا ان شاء الله الدراسه بكره، كل سنه وانتم طيبين وعام دراسي جديد موفق ان شاء الله لكل الاسر المصريه، لكن الحقيقه ان احنا داخلين الفصل الدراسي بشويه كده ايه تقلبات جويه، وفي ارتفاع في درجات الحراره في اول اسبوع من العام الدراسي الجديد، ونشط للرياح، ويعني كلام كده عن انه الاسبوع هيكون فيه شويه كمان رطوبه. خلينا نعرف اكتر من دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ولو تطمنينا كده عن يعني حاله الجو الاسبوع القادم، واحنا لسه كنا بنقول الطلبه بينزلوا 6 الصبح وغيرهم كمان من الناس اللي بتشتغل الصبح بدري، فطمنينا كده عن الجو بكره هيكون عامل ازاي، او كمان خلال الاسبوع اللي جاي. دكتور منار مساء الخير. طيب لحد ما نعاود الاتصال بدكتور منار، خلاص دلوقتي دكتور حضرتك سامعاني؟ انا سامع حضرتك كويس. اهلا بحضرتك يا دكتور، مساء الخير عليكي. مساء الخير على حضرتك. احنا داخلين على اسبوع فيه تقلبات في درجات الحراره، تقريبا الدنيا هتبقى حر شويه.
بالفعل يمكن احنا لسه مستمر معانا ارتفاع درجات الحراره 48 ساعه القادمه، يعني غدا وبعد غدا لسه ارتفاع درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه بسبب تاثرنا بكتل هواء قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، احساسنا بالطقس خلال فترات النهار اجواء شديده الحراره رطبه على اغلب انحاء الجمهوريه، ارتفاع نسب الرطوبه اللي موجود في الجو كمان هيخلينا نحس بارتفاع درجات الحرارة. مع دخول فترات الليل هتبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، خاصة مع وجود نشاط للرياح خلال فترات المساء هيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة ونحس معاه بانخفاض درجات الحرارة. مع يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله هتبدأ درجات الحرارة تنخفض تدريجيا، يعني الموجة تنكسر من يوم الاثنين يا دكتور. بالظبط هتنكسر من يوم الاثنين، ويمكن كمان مع نهايه الاسبوع هنحس بالانخفاض الاكثر في درجات الحراره وهيبدا التقلبات الجويه والتذبذب الكبير في درجات الحراره. هو فصل الخريف معروف بالكلام ده، يعني شهر اكتوبر الناس ما بتبقاش عارفه تلبس خفيف تلبس تقيل، هو يعني الموضوع ما بيبقاش محكوم. بالفعل فترات النهار وفترات الليل هيبقى في اختلاف كبير في درجات الحراره، فترات الليل هنبدا نحس ببعض البروده، فترات النهار لسه الاجواء هتبقى فيها بعض الحراره، فاحنا هنبقى محتارين في نوعيه الملابس، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير جدا من نوعيه الملابس خاصه للاطفال، لان فترات الصباح الباكر الجو هيكون فيه بعض البروده، فهنبدا ده من بعد يوم الاثنين، موضوع انه الجو شويه هيبقى حلو ده. بالظبط من يوم الاثنين يعني فترات الليل هتبدا نحس فيها بعض البروده خاصه في الاماكن المفتوحه المناطق الساحليه هتبدا فيها البروده، وهيكمل معانا ان شاء الله لباقي ايام الاسبوع يمكن كمان لمطلع الاسبوع اللي بعده، فهنبدا خلاص نوعيه الملابس تبدا تدريجيا تختلف خاصه للاطفال اللي هيروحوا المدارس الصبح، هنبقى معانا قطعه ملابس اضافيه لما نحس بدرجات حراره منخفضه نبدا نرتديها، لكن ال 48 ساعه القادمه مهم جدا ان احنا نتجنب اشعه الشمس المباشره لو احنا هنبقى موجودين في الشوارع، لان الفتره دي الطلبه هيخرجوا من المدارس فتره الظهيره يبقى معانا غطاء للراس شمسيه او كاب، مهم جدا نتناول قدر كبير من السوائل والمرطبات، كمان الشبوره المائيه خلال شهر 10 هتبدا كثافتها تزيد خاصه مع انخفاض درجات الحراره، مهم جدا في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل قائدي المركبات والمسافرين على الطرق القياده بهدوء تام ونتبع كافه تعليمات المرور. طيب يا دكتور منار، عموما في شهر 10 احنا بنتكلم عن جو شكله عامل ازاي؟ يعني احنا موجه الحر دي هتنكسر، طب الجو هيرجع يحرر تاني ولا ايه؟ بالفعل لان شهر 10 لسه ده يعتبر النص الاول من فصل الخريف، النص الاول من فصل الخريف بياخد بعض سمات فصل الصيف، فوارد جدا يتكرر فيه ارتفاع درجات الحراره، لكن احنا ان شاء الله درجات الحراره تتجه نحو الانخفاض، وارد يحصل موجه ارتفاع درجات الحراره بس مش هتبقى بالشكل الكبير اللي شاهدناه خلال الايام الماضيه، يمكن احنا بنسجل درجات حراره خلال هذه الايام زي فصل الصيف، وارد جدا تتكرر الموجات دي على مدار شهر 10 يمكن كمان لمنتصف شهر 11 لان ده يعتبر النص الاول من فصل الخريف. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا على وجودك معنا دلوقتي. نروح مع حضراتكم لدار الاوبرا المصريه واللي بدات فعاليات الموسم الجديد من نادي السينما، وتم عرض فيلم راستا على المسرح الصغير، خلينا نشوف مع حضراتكم ده من خلال التقرير ونرجع بعد كده نكمل الكلام. الفيلم ده احنا حاولنا نعمل حاجه مختلفه، حاجه جديده، حاجه مختلفه عن الحاجات الشخصيه اللي انا عملتها قبل كده في اعمالي، وكنا محظوظين جدا ان احنا عندنا كاست كويس جدا ورا الكاميرا قدام الكاميرا، ومحظوظ بالبرودكشن شركه الجزور، ومحظوظ بيسري، محظوظ باستاذ حميده تاني عمل، واستاذ الفيشاوي، استاذ امير مصري، واستاذ عايشه، وكل الناس اللي كانت معاه. والله لما جالنا الورق طبعا بحكم سنين قضيناها في المهنه بقى عندنا القدره نحس ان الحقدوته دي والقصه دي متميزه، ممكن يطلع منها عمل يعجب الناس بشكل فني. تحمسنا للتجربه، اتاخرنا شويه في، وطبعا تجربه شاب هو استاذ معتز فتيحه دي التجربه الثانيه ليه سينمائيا، فتحمسنا للتجربه جدا، وكان قررنا من اول يوم ان احنا نعملها على اعلى مستوى ويكون اللي بيعملوها نجوم الصف الاول في السينما المصريه، وده استغرق وقت ومجهود وفلوس، بس في الاخر طلعت النتيجه زي ما حضرتك شفت. هو الفكره اللي عجبني في الموضوع اكتر حاجه الحاله اللي فيه، فالحاله هي اللي بتخليني احب الموضوع، مش يعني القصه جميله وكل حاجه، بس انا اللي شدني اكتر الحاله اللي موجوده في الزمان والمكان، يعني برجع في الزمان في الخمسينات اسكندريه مع البنت الطليانيه
مع التفاصيل دي كاملة. أوكي، في نفس الوقت التركيبة بتاعت الممثلين كلهم وفي كيمياء بينهم، و يعني هي حالة شعورية، يعني لو أعرف أتكلم عنها ما كنتش عملتها صورة. أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة أنه دايما إحنا طول الوقت يمكن بنشوف مواهب كتيرة في كل المجالات، وبقينا خلاص مهتمين كده كجمهور سوشيال ميديا إن إحنا نحتفل بالمواهب دي ونتكلم عنها طول الوقت ونشير الفيديوهات بتاعتها طول الوقت، وده أكيد بيفرق مع أصحابها. لكن مهم برضو إنه المواهب دي توصل لمكانها الصح، وإنه لما يكون عندنا مواهب نكتشف المواهب دي من بدري قبل ما المواهب دي تنشغل في الحياة، وصاحب الموهبة يشوف أكل عيشه ويشوف الأسرة اللي هو يعني بيعيلها. ويمكن ده زمان كان موجود بشكل كبير، مسألة اكتشاف المواهب وأنه نلف المحافظات ونطلع منها المواهب، كان في ناس متخصصين في ده على مسمع، يعني كانوا بيلفوا المحافظات ومواهب كتير خرجت من المحافظات بالشكل ده. ويمكن الكورة كانت أشهر حاجة بيحصل فيها الموضوع ده. ويمكن احنا دلوقتي الشركة المتحدة عملت حاجة شبه كده، وعملوا يعني مبادرة الكابيتينو أو مسابقة الكابيتينو عشان كابيتانو عشان يروحوا يلفوا في المحافظات ويشوفوا الناس الموهوبين جدا في الكورة، ويعني يوصلوهم للمكان اللي هم يستحقوها. كان في فيديو حقق انتشار واسع على السوشيال ميديا لجون كده، جون بلاي ستيشن يعني الحقيقة، تأكيد حضراتكم كلهم تابعتوه، وإحنا دلوقتي بنعرضه على الشاشة. يعني حاجة ولا أروع من كده الحقيقة. صاحب الجون هو محمد عثمان، والجون ده كان في الشرقية، دوري في الشرقية. هنعرف من محمد دلوقتي إيه القصة، إحنا حاسين إحنا بنشوف دوري أوروبي. مساء الخير يا محمد. مساء النور أستاذة هدير، أهلا وسهلا بحضرتك. إيه الجون الحلو ده، احكي لي عن الفرقة. والله الحمد لله ده فضل من عند الله. أولا يعني بالنسبة للأجواء اللي احنا كنا فيها، طبعا احنا كنا في بلد كروية مشهورة، طبعا شيت الهواء مهيئ لنا جو كروي، اللي هو ايه اللي هو يقول لك انزل الملعب واعمل اللي عليك. فالفريق بتاعي الحمد لله كنا متفقين عن شغل هنعمله، ضربة ركنية هنعملها ازاي، الفاول من بره المنطقة هنعملها ازاي. ايوه يعني انتوا شكلكم متدربين، الجون ده اصله مش عادي. لا بالظبط كده، احنا بقالنا فتره اساسا شغالين على الحته دي، يعني اللي تكسبه لعبه. فهي الحمد لله احنا طبعا انا بعمل العرضيه وهو بيردها لي، وعلى حسب ما بتيجي وعلى حسب الكوره جات لي على الهيدرز على بطن الرجل على اي هيئه انا بستعد ليها بكون واخد القرار بتاعي. بس في لحظه واحده ممكن القرار بتاعي بيتغير. يعني انا داخل ان انا هلعبها بالهيدر، طب خلاص جت ان هي تتعمل باكورد، خلاص يبقى انا الرياكشن بتاعي والفكر بتاعي في ثانيه بيتغير. طيب انا شايفه الموضوع دوري بجد وقصه، يعني في معلق صوتي كمان سمعت صوته في الفيديو. احكي لي كده الموضوع بيمشي ازاي، بقى لكم كام سنه بتلعبوا الدوري ده، واحكي لي كمان عن يعني اللي عمل لك الاسيست ده مين، عايز اعرف. بالنسبة للدوري بتاعنا طبعا احنا بقالنا يمكن انا عندي حاليا 29 سنة، انا من قبل ما اتولد اصلا الدورات دي موجودة واسمع عنها في الثمانينات والتسعينات، وبس كان لسه عصر السوشيال ميديا ما حضرش، لسه ما كانش موجود بالضبط كده عشان يطلع للإعلام. اما حاليا بقت الوسيلة سهلة ان هي توصل اسرع. فالدوري بتاعنا بيبقى عباره عن تجمع شهر او شهر ونص على حسب، وبيبقى في بلدان يعني مختلفه. يعني مثلا الهدف بتاعي ده جاء في بلد اسمها شيت الهوا، وبيعد لك طبعا ملعب، يظبط لك الملعب، شبك، جمهور، معلق للمباراه، وبنبتدي نعمل اكننا بنلعب كاس عالم بالظبط كده. بالنسبه للاعيب اللي جاب الهدف اللي عمل الاسيست ده، طبعا من زمان وانا ليا رؤيه فيه، هو ان الولد ده لازم يبقى في مكان بعيدا عن الهدف. عمره قد ايه يا محمد؟ محمد عنده 22 سنه، وكان لعب بالفعل في نادي الداخليه، بس ما حصلش نصيب ان هو يكمل. محمد طول عمره موهوب، واللي بيميزه اكتر ان هو صاحب قدم يسرى.
وطول عمري بقول على ان محمد سعيد ده يمكن هم بيقولوا عليا مس الاقاليم او يعني ده اللي 12، لا انا يمكن اقل من اللي اتقال كمان، لا في احسن مني كتير. يعني محمد سعيد ده موهبة فعلا. إذا ده تواضع المحترفين يا محمد. الحقيقة إن إحنا يعني مبسوطين بيكم جميعا، وإن شاء الله المواهب دي ينظر إليها بعين الاعتبار وكل واحد يصل للمكانة اللي بيستحقها. أنا بشكرك شكرا جزيلا محمد عثمان. يعني الحقيقة إنه في كل قرية جوه مصر مليانة مواهب في كل المجالات، مهم جدا إن إحنا نلقي الضوء على هذه المواهب، مهم جدا إن إحنا نهتم بهذه المواهب، مهم جدا إنه هذه المواهب يتم تبنيها علشان يعني ترفع راس بلدنا في مجالات عده. النهارده لما بنتكلم عن محمد صلاح كلنا فخر واحنا بنتكلم عن محمد صلاح، بلدنا ممكن يطلع منها 1000 محمد صلاح، لكن الحقيقه انه المواهب دي بتحتاج انه حد يتبناها وحد يرعاها، وزي ما كنت بقول لكم المهم انه نتبناها من وهي لسه شباب صغيرين يقدروا انهم يدوا البلد يعني بكل قوه وبكل نجاح. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، ويعني امبارح اضيئت قبة جامعة القاهرة باللون الأحمر في إطار كده احتفالية باليوم العالمي للقلب، وبتحتفل به المنظمة منظمة الصحة العالمية سنويا يوم 29 سبتمبر، طبعا يعني في إطار التوعية بالمخاطر اللي بتسببها أمراض القلب ومسألة يعني العمل على خفض معدلات انتشارها في العالم. أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على أهمية اليوم ده في تكوين نوع من أنواع التوعية للناس بخطورة أمراض القلب وأهمية الوقاية منها. خلينا نتكلم مع حضراتكم أكتر عن هذا الموضوع. معنا على التليفون نائب مدير معهد القلب. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وبتشوف أهمية وجود يوم عالمي للقلب وأهمية اهتمام الدولة المصرية بهذا اليوم في إطار توعية الناس بخطورة أمراض القلب؟ مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. انا احمد كامل، دكتور احمد كامل شايل القلب ونائب عميد معهد القلب القومي في امبابه. بنحاول دايما ان احنا نعمل زي برامج توعويه لمرضى القلب او حتى الناس اللي ممكن يجي لهم القلب. دايما بنقول ان القلب ده هو القاتل الاول او اهم اسباب الوفاه في العالم. يمكن اهم من الكوفيد والاورام والسرطانات حادث طرق القلب. امراض القلب هي سبب رقم واحد الوفيات في العالم ده حسب الـ WHO بتقول كده. فحاجة مهمة جدا جدا ان احنا نقي انفسنا ونوعي يعني مرضانا ونوعي المجتمع عموما بالريسك فاكتورز او عامل الخطورة اللي ممكن تؤدي الى حدوث امراض القلب. فطبعا الموضوع ده هو مهم جدا جدا جدا، واحنا دايما في معهد القلب القومي بنحاول ان احنا نعمل يعني توعية أو بنقول يعني حلقات توعية أو ندوات لتوعية المرضى اللي بيجونا المعهد. يعني يوم القلب العينة بالذات بيبقى مهتمين إن إحنا نقعد مع الناس ونحاول نفهمهم أنواعيهم خطورة القلب وخطورة العوامل الخطورة اللي بتؤدي إلى أمراض القلب، إن إحنا نحاول نبعد عنها زي الضغط والسكر والكوليسترول والتدخين وكل هذا الكلام. طيب دكتور، الطبيب القلب المصري موقعه فين؟ ده اعتقد في العالم. والله بص حضرتك، يعني طبيب القلب المصري ده يعني شايل العبء الاكبر في التوعيه يمكن في مصر ويمكن في العالم. يعني معظم، مش هقول معظم، يمكن اطباء الخليج زي ما احنا عارفين كلنا اكيد الطب المصري الطبيب المصري بيشتغل في كل حته في العالم وثابت نفسه وثابت كفاءته في الخليج، الدول الاوروبيه، في امريكا، في كل حته في اطباء كتير جدا جدا مصريين في كل التخصصات مش بس القلب. طبعا طبيب القلب في مصر عليه عبء كبير لان هو الرقم واحد في المنظومه الطبيه وهو اللي ممكن يوعي مريضه او يوعي حتى مش بس المريض، المجتمع عموما بمخاطر امراض القلب والعوامل اللي بيسموها عامل الخطوره ريسك فاكتورز اللي ممكن تؤدي الى حدوث امراض القلب. طيب دكتور، يعني في نقاط كده ازاي الناس تحمي نفسها من امراض القلب؟ هقول لحضرتك اربع حاجات. هنتكلم على اربع حاجات: ضغط، سكر، كوليسترول، تدخين. دي الحاجات اللي ممكن نعدل فيها. في حاجات اخرى صعب ان انا اغيرها، له عامل وراثيه والحاجات ديت صعب اغير واحد عيلته فيها مرض القلب، صعب ان انا اغير الكلام ده. لكن انا عندي اربع حاجات موديفايبل، عندي اربع حاجات ممكن اغير فيهم: سكر، ضغط، كوليسترول، تدخين. الحاجات دي سكر، ضغط، كوليسترول، ارقام. كل واحد لازم يبقى عارف التارجت بتاعه ايه او الرقم المثالي لحالته وسنه كام، سواء ضغط او سكر او كوليسترول. بلس لو انا مدخن امنع نهائيا. الناس الكتير بيقول لك انا بشرب سيجاره في اليوم او اتنين في اليوم. لا، ما فيش حد ادنى يعني اللي بيشرب سيجاره زي اللي بيشرب علبه سجاير. دي في عجاله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد كامل، شكرا جزيلا على وجودك معانا.
نروح مع حضراتكم لنفي مركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأخبار اللي تم تداولها في صفحات التواصل الاجتماعي على مسألة تصميم العملة الجديدة فئة الاثنين جنيه، وإنه بدأ إصدارها أو هيبدأ إصدارها في أكتوبر اللي جاي. مركز الإعلامي لمجلس الوزراء أو كمان لوزارة المالية نفوا تماما هذه الأخبار، وأكدوا إنه لسه ما تحددش الميعاد اللي هيتم فيه إصدار العملة الجديدة فئة الاثنين جنيه، ووضحوا إنه ما فيش عرض لأي تصميمات للعملة الجديدة لحد دلوقتي، كل التصميمات المتداولة الموجودة مفبركة مش حقيقية، وإنه لما يكون عندنا تصميم ولما نكون حددنا ميعاد طرح العملة هيتم الإعلان ده بشكل رسمي أول ما ننتهي من تصميم العملة. دلوقتي هروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع بعد ونكمل فقراتنا، خليكم دايما مستنيين. اهلا بحضراتكم في كل مكان. الحقيقه انه افكار الشباب والاهتمام بافكار الشباب يخلي اي دوله في الدنيا تتقدم. يعني الصين مثلا، خبراء الاقتصاد كلهم بيتحدثوا عن انه ما حدث في الصين من يعني تغير كبير في الاقتصاد ونمو كبير في الاقتصاد جاي من مساله الاهتمام بالمشروعات الصغيره والمتوسطه والمشروعات الناشئه. احنا النهارده بنتكلم عن مبادرات شبابيه وافكار شبابيه اتنفذت على ارض الواقع، والدوله اهتمت بيها، والدوله اهتمت بافكار هؤلاء الشباب، والدولة كرمت هؤلاء الشباب. بنتكلم عن مشاريع يعني لشباب شراكة ما بين مدرسة ابتكار خانة ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة دراسز لدعم بقى هذه المشاريع. خلينا نشوف كده ونتعرف على نماذج من الشباب اللي تم تكريمهم امبارح وفازوا في هذه المسابقة. معانا دلوقتي شيماء نبيل عن مبادرة كوني رائدة لدعم التعليم ل الفني لبنات الصعيد سوهاج، وايضا محمود ابو زيد عن شركه ارت فريم من انا، وكمان هايدي الجندي مشروع كوتون تاون القاهره. اهلا بيكم ومبروك الجوائز. وطبعا عايزه اعرف الجائزه ايه يعني، وكل حد فيكم كده يحكي لنا عن مشروعه وفكرته. هبدا معاك يا شيماء، احكي لنا فكره المشروع وليه تم اختيارك ضمن هذه المبادره. مساء الخير. احنا كنا رائدة هي مبادرة مجتمعية بدأنا تقريبا من 2018. بدأنا تحت مظلة وزارة شباب ورياضة، مجموعة متطوعات حسينا ان التعليم الفني كمنهج من الحاجات المهمة جدا جدا ان احنا نحس بقيمتها. البنات اللي بتدرس التعليم الفني مهم ان هم يحسوا بقيمة الدراسة دي، لانه حتى لو مش هتشتغلي بيها، لو مش هتكون مصدر اكل عيش ليكي، بس هي بتساعد ان البنت تكون البيت في اكتفاء ذاتي اقل ما فيها، وخصوصا في الصعيد ان البنات لما بيدخلوا مدرسه التعليم الفني بيبقى جزء منهم يا اما اجبار، الاهل مش قادرين يدفعوا مصاريف دراسه ثانويه عامه، او حاسه يعني بقله الحيله شويه. طب انت من خلال المبادره قلت لهم ايه جديد عن التعليم الفني؟ احنا كنا بنلعب ونهيص وشويه بشويه بنحكي حاجات صغيره كده، ونروح نرفلكت على ان دي كانت موجوده في الدرس الفلاني ودي موجوده في الدرس العلاني، حاجات حتى بنعملها في المطبخ، حاجات بنعملها لما بتنزلي السوق وانت بتشتري او انت بتعملي شغل، ونرجع لها بعد كده نلاقيها في المنهج الفلاني والماده العلانيه. فهم شويه بشويه حسوا بالموضوع ده، حسوا بقيمه اللي بيدرسوه، ودي عباره عن رحله يعني برنامج تدريبي لمده 6 شهور. توعية ثم تدريب ثم تأهيل. بنهاية الرحلة بيبقى في 3 طرق البنت بتدخلهم، يا إما حابة تعمل مشروع خاص بيها أو إن هي حابة تشتغل في وظيفة، فأوكي بندور على وظيفة مناسبة أو فريلانس، وحتى اللي هي بتحلم إن هي تكون بيت وأسرة بتبقى عندها من الوعي الكافي إن هي تعمل أسرة، تختار من البداية شريك حياتها بشكل واعي. طيب فدي دي كل رائده. هرجع لك تاني يا شيماء. محمود قولي فكره مشروعك واشتغلت ازاي عليها. ارت فريم احنا عملنا البرنامج اسمه رسمه وحكايه، بنشتغل فيه مع الاطفال من سن 8 ل 16 سنه. بنشتغل معاهم على الرسوم المتحركه والمسرح، ازاي ان هم يعملوا فيلم كرتون وازاي ان هم يعملوا عرض مسرح كمان. احنا بنشتغل في الرسوم المتحركه بخاصيه اسمها ستوب موشن، مش بنشتغل معاهم جرافيك. احنا خاصيه بسيطه جدا نقدر نعلمها للاطفال وهم يقدروا ينتجوا ده. الفكره كمان ان احنا مش بس ان احنا
بنعلمهم ده عشان يطلعوا حاجات فنيه، لكن الاثر المجتمعي اللي احنا بنعملوه معاهم هو ده اللي كان الاهم، وهو ده اللي اتعلمناه في مدرسه ابتكار خانه، ان احنا ازاي ان هم يبقوا واثقين في نفسهم، ازاي ان هم يقدروا ياخدوا قرار، ازاي ان هم يفكروا تفكير ابداعي، ازاي ان هم يتخيلوا، ازاي ان هم يرتجلوا على المسرح، وان هم يقدموا عرض ويبقوا واثقين في نفسهم ان هم يظهروا قدام الناس. فهي دي الاثر ده هو اللي احنا بنقدر ان احنا نعملوه من خلال الانشطه اللي احنا بنعملها دي، سواء من رسوم متحركه او المسرح. طيب انت ايه المشاكل اللي قابلتك وانت بتشتغل في المشروع؟ يعني هو في الاول انا كنت فاكر ان مشكله التسويق، انا مش عارف اوصل ده للناس ازاي او اوصل للاطفال ازاي. يعني هي دي كنت فاكر ان دي مشكلتي، لكن مع مؤسسات المجتمع المدني انا كنت قدمت ده مع مؤسسات كتير، بس انا ما كنتش فاهم ليه الناس مش راضيه تشترك معايا. فلما دخلت المدرسه ابتكار خانه ففهمت ان انا مش عندي مشكله في التسويق، انا عندي مشكله في ان انا مش عارف اصيغ الفكره بشكل كويس، ان احتياج الناس مش عارفهم فين. فلما عملت بحث عرفت ان في نسبه كتير من الاطفال، بنسبه 41% من الاطفال بيستخدموا الانترنت واستخدام الالعاب الفيديو جيم استخدام غير امن، واحنا شفنا مخاطر كتير للاستخدام الفيديو جيم كمان والالعاب الالكترونيه، وبيتعرضوا لمشاكل نفسيه ومشاكل انتحار ومشاكل كتير. يعني مع ابتكار خانه قدرت ان انا اوصل واعمل بحث وفي ان انا اشوف المشكله فين، وهي دي المشكله اللي احنا بنشتغل عليها. وقلنا للناس احنا مش هنقدر نبعد الاطفال عن استخدام الانترنت والالعاب، بس احنا نقدر نوفر ليهم بدائل افضل احنا نتفرج كمان عليها ونستمتع بيها كمان. يعني لما الاطفال يعملوا فيلم كرتون بشكل فني اكيد احنا هنستمتع عليه. مثال على ده، هم هيبقوا مشدودين اعتقد ويستجيبوا. طبعا يعني احنا كمان بنشتغل لهم. المدارس بتوصلوا لهم ازاي؟ احنا بنوصل لهم عن طريق مؤسسات المجتمع المدني الموجوده حوالينا. احنا بنعمل شراكات معاهم كشركه، بنعمل شراكات مع جمعيات اهليه عندنا او نقابات اهليه. وبنقدر ان احنا نوصل ليهم في القرى. يعني انتوا قد ايه في الشركه دي؟ احنا حاليا خمسه. خمس شباب. طيب نروح لهايدي. هايدي انت عامله مشروع له علاقه بالقطن وتسويق القطن المصري. بالظبط كده. هو كوتون تاون هي منصة رقمية لتسويق القطن المصري، سواء قطن خام أو منتج نهائي، بالإضافة إلى المنتجات اللي هي الصديقة للبيئة المصنوعة من مخلفات المصانع. ده بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات، وبندعم بيها سيدات معيلات إن هم يقدروا يستخدموا مخلفات المصانع يعملوا بيها منتجات جديدة زي السجاد اليدوي، زي الشنط المصنوعة من القماش. بنشتغل على شق تاني أو محور تاني هو التوعية، بنستهدف بيها أكثر من فئة، اللي هي الفئات اللي بتعتبر أساسية في قطاع القطن المصري، زي المصممي الأزياء إن هم يعملوا منتجات تناسب الذوق أو الجمهور المصري والعالمي، مصنوعة من القطن المصري. تاني حاجة الفنيين في المصانع اللي عشان يهتموا بالجودة أكتر، المزارعين الاهتمام بالجني وان هم يزرعوا قطن، ده شق. والمستهلك النهائي اللي هو يبتدي يختار المنتجات المصنوعه من القطن المصري بديله للمنتجات التانية دي، لان هو يعتبر القطن المصري اغلى لكن ككواليتي او كجوده هو افضل طبعا. طيب برايكم اختاروا مشروعك ليه؟ عشان هو القطن المصري هو منتج استراتيجي. كلنا يعني في دلوقتي الدولة، وسواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، الجهات كلها دلوقتي بتهتم إن هو عايزين القطن المصري يرجع لمكانته العالمية، يرجع لهيبته. إحنا السلوجن بتاعنا هنرجع للقطن هيبته. فعشان كده أعتقد إن هو تم اختيار مشروعي، وخدت الحمد لله المركز الثاني في المسابقة. إحنا بنستهدف إن إحنا نطلق المنصة إن شاء الله في شهر 5 الجاي. إحنا في النسخة التجريبية حاليا، والمفروض إن في شهر 5 هيكون إطلاق المنصة بإذن الله. أنت معاكي كم حد في كوتون تاون؟ إحنا خمسة. طيب إحنا هنكمل الكلام معاكم، لكن هنروح دلوقتي فاصل ونرجع بعد كده نكمل الكلام مع الشباب اللي زي الوردية. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. نرجع نتكلم مع المشاريع ومع الشباب ونتكلم عن قصص النجاح. ارجع لشيماء وقولي لي برايك كده اكتر حاجه تميز رحلتك ايه مع ابتكار خان؟
هو انا اول ما جالي الايميل اصلا وكلمت اصحابي قلت لهم ان انا اتقابلت في ابتكار خانه وان انا هعمل انترفيو، انا كان اكتر من حد كان بيبارك لي. ابتكار خانه هما بيختاروا النشاط اللي اوريدي بتشتغل بالفعل، فاحنا تحولنا من مبادره لانها دلوقتي مؤسسه تحت الانشاء. دي حاجه انا ما كنتش بصراحه كنت ناويها غير بعد، يعني كانوا بيقولوا لما تيجي تنزلي العمل العام وان انت تعملي مؤسسه دي بعد التقاعد، فعلشان انت محتاجه دعم ومحتاجه دراسه ومحتاجه خبرات. بس رحله 4 شهور مع ابتكار خانه كانوا تقريبا ما بين السيشنز الجماعيه وما بين الوان تو وان سيشنز كانوا يعني بيشيروا معنا كل الاكسبيرينس اللي ابتكار خانه نفسها مرت بيها وخبرات، سواء كانت قعدات مع استاذه امام بيبرز او كمان التيم اللي كانوا بيدربونا، فخلونا ناخد الخطوه دي بشكل كويس. كمان الجائزه يعني كانت على اساس ان احنا اسموها كده معانا جزئين وبيتابعوا معانا ماضيين معانا عقد لمده سنه علشان يتابعونا. بتعملي ايه بالجائزه؟ بالظبط كده، فاللي هي دلوقتي مؤسسه وازاي ننشئ والمقر هتعملي فيه ايه ومجلس الامناء والموافقات والكلام ده كله، فهم دلوقتي كمان ماشيين معانا خطوه بخطوه فيها، وجزء منها رايح بقى للانشطه بتاعتنا واللي احنا اوريدي خلاص هننزل بقى في مدارس التعليم الفني في مركز جهينة محافظة سوهاج. كنت أول مرة أنزل في البلد عندي، يعني حتة أن أنا أنزل في البلد دي كانت برضو حاجة محتاجة جرأة شديدة جدا جدا ودعم. ده برضو كان موقف ابتكار خانة خلوني أخده بشكل قوي قريب. يعني ردود أفعال الناس بقى في البلد عاملة إزاي؟ دي كانت المفاجأة. إحنا جهينة ليها طبع خاص، إحنا عرب العادات والتقاليد شديدة حبتين، فأنا اتفاجئت إنه لا في ناس بتدعم وأكتر من حد هيبقى في مجلس الأمناء، والمقر الحمد لله بقى في مكان بسهولة، ولقيت أفكار كتير يعني حتى في دعم إن بقى في أكتر من ملف، ملف الصحة عايزين نشتغل على إيه وإيه بالظبط. لما نزلت المدرسة لقيت الناس مرحبين جدا ولقيتهم كمان بيشيروا معانا إن هو في حاجات ممكن يبقى فيها ان هم يوفروا لنا الخامات اللي انا كنت شايله هم ان انا اجيبها كمان بمقابل مادي وكده، فلقيت لا ان انا كنت غلطانه ان انا ما نزلتش من بدري وان الخطوه دي كانت المفروض اخدها من سنتين كمان. وده لو يدل على شيء الحقيقه يدل على وعي اهالينا باهميه اللي يحصل على ارض ده حقيقي. هي فكره رياده الاعمال المجتمعيه بشكل عام يعني دي لما انتشرت كثقافه دي كانت حاجه مهمه جدا، انه زمان كان الناس تقعد على القهاوي وبتشكي يعني في مشاكل، اوكي يعني المشاكل موجوده احنا هنقعد نشكي، بس هي فكره ان انت تحل والحل ده يبقى هو سبب ان انت تعمل بيه بروجكت او مؤسسه او كده يبقى اكل عيشك، دي حاجه تبقى انت من هنا بتلبي احتياج وبتسد فجوه موجوده بالفعل وناس كانت بتعاني منها سنين. واوكي في موارد موجوده في الدوله بس ممكن لسه مش مديه اولويه للجزء ده، فليه ما تحلش انت وده يبقى مكسب ليك وبكره وبعده ده تبقى شركتك مؤسستك. فالثقافه دي لما بدات تنتشر والصعيد شرقان لحاجه زي كده فامتصها بشكل كويس واشتغل عليها بشكل كويس، فلقيت الاثر ده. يعني انا ما كنتش فعلا يعني فاكره انه هنزل في جينا وهشتغل ازاي، فلا لقيت دعم ولقيت ناس ولقيت رجاله قبل الستات بيساعدوني، فدي كانت حاجه مفاجاه ليا. ده شيء الحقيقه يعني مفرح، كلام مفرح جدا بصراحه. طيب اروح لمحمود، عايز اعرف الجائزه فرقت معاك في ايه؟ يعني عملت ايه بالجائزه؟ طيب احنا عملنا خطة الاول مع ابتكار خانه فان احنا ننفذ برنامج الرسمه وحكايه ده 5 مرات في السنه، في منهم مرتين نفذناهم في بدايه السنه و3 مرات دول بيبتدوا معانا من الاجازه الكبيره. لما خدت الجائزه في بعد رمضان جزء من الجائزه دي احنا جبنا بيها معدات واجهزه نشتغل بيها عشان نطور بيها الادوات اللي احنا بنشتغل بيها دي، نطور بيها الشغل بتاعنا. والجزء الثاني ان احنا نفذنا بيه المبادره دي مع الاطفال في اماكن مختلفه، ويعني زي مثلا احنا نفذنا حاليا في ارمنت وحاليا بننفذ في الطائرات، وان شاء الله المره الثالثه دي هننفذها في شهر 10 ولسه دي بنحضر ليها وهننزل في شهر 10 باذن الله ننفذها. عملنا برضو البرنامج ده اشتغلنا فيه من سن 12 ل 16 سنه على الرسوم المتحركه والمسرح في الاماكن دي، يعني نزلنا كره واشتغلنا مع الاطفال. انتوا عندكم خبره في المجال ده اصلا ولا اتعلمتوا ازاي؟ احنا عندنا خبره في ده والمدربين اللي معانا عندهم خبره. انا مثلا بشتغل معاهم رسوم متحركه، انا اتعلمت الرسوم المتحركه دي من 2013 وكمان درست في مدرسة السينما التسجيلية بصعيد مصر اللي هي جيزويت، وكمان أنا مدرب فيديو مع مؤسسة أضف،
فانا اصلا كنت بحب اصلا التصوير وكده في الاول، بعدين طورت مهارتي في ده وابتديت ادرس واروح ورش لغايه لما اتمكنت من ده، وابتديت انفذ ده من بدايه 2016 وانا بشتغل في الرسوم المتحركه. طيب اروح لهايدي. هايدي بالنسبه لك ايه الخطوه اللي جايه، بتحضري لايه؟ في البدايه ان احنا كنا عندنا خطه التنفيذ، احنا بداناها مع ابتكار خانه. انا كنت داخله ابتكار خانه ولا عندي خطه تنفيذ ولا ميزانيه، كان الموضوع ماشي بطريقه عشوائيه جدا. بدانا نحط اسس للمشروع، هنمشي عليه ازاي، ازاي نحلل السوق بطريقه صحيحه، ازاي نحط خطه التنفيذ، يعني الشهر الجاي هنعمل ايه بالظبط في الفتره الجايه. فاحنا بنخطط المفروض ان احنا في خلال شهر مايو الجاي هيكون اطلاق المنصه، احنا بدانا فعلا فيها، ولكن محتاجين اكتر من حاجه المفروض تدخل على المنصه، فالفتره الجايه احنا هنبداها. برامج التوعيه للفنيين في المصانع والمزارعين المفروض ان احنا في صدد ان احنا نطلقها في خلال شهر مارس. طيب انا سعيده بيكم وفخوره بيكم واتمنى لكم مزيد من النجاح ان شاء الله، والشغل لسه قدامكم شغل كتير. اشكركم شكرا جزيلا، ان شاء الله تبقوا معانا وتحكوا لنا عملتوا ايه تاني، والرحله لسه مستمره. الحقيقه ان الاهتمام بالشباب هو كلمه السر لتقدم ونجاح اي بلد. انا بشكركم شكرا جزيلا، شيماء نبيل ومحمود ابو زيد وهايدي الجندي، شكرا جزيلا على وجودكم معانا كده. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده من التاسعه، ونشوفكم دايما بالف خير.